وحبيب الكل والملايين الاستاذ سهيل مطيري. يا هلا يا هلا بكم كلكم. الله يرضى عليك وبارك. انا حصورها ابراهيم. معنا لك مفاجأة يا سهيل. مفاجأة؟ ولكن مش احنا اللي قدمناها. ايوه. جمهور المجد الجميل هو الذي قدم هذه المفاجأة والهدية لحبيبنا سهيل المطيري وخاصة لبنتك، أسأل الله العلي العظيم أن يشفيها يا رب العالمين. ربا. ربا نعم، مقدمة سهمين من جمهور المجد إلى ربا بنت سهيل المطيري. الله أكبر. من أسهم وقف الوفاء. الوقف الأول طبعا، الوقف الأول كان من بنت زايد وقيمته 1000 ريال، والوقف الثاني من مين شباب؟ من جمهور قناة المجد جميعا وقيمته 1000 ريال. ما شاء الله. الله يسعدك يا سهيل. تعليقك. الله والله ما ادري ايش اقول، والله ما ادري ايش اقول، لكن يعني هنيئا لنا بهالكيان العظيم. انا رغم ان الوقف هذا انا المسؤول عنه، ما يدري. لا لكن الله يغفر لكم. الله يغفر. اللهم امين. الله يبارك فيك يا ابو رزاق ويرضى عليكم. الله يتقبل منا ومنكم. انا ظننت انكم تسالوني كم وصل الوقف وكلام حول هذا. لا احنا فاجئناك. ما في مانع تقول لنا يا بس الان ما في مانع تقول لنا كم وصل الوقف. نعم. كل شيء نحاس ترى. كل المعلومات تستاهل كل خير يا ابو رزاق. حاسين شعورك. الله يرضى عليك. وبالفعل طبعا حتى الساده المشاهدين يتوقع انه بعضهم يتوقع انه اتصالنا على الان استاذ سهيل انه هو الان الفقره هي فقره ايش شباب؟ الاهداء صح؟ اللي هو الوفاء. وقف الوفاء او شاطئ الوفاء. لكن هي الفقره هذه اهداء من جمهور المجد لبنت سهيل المطيري. الله يرضى عليك. تستاهل. الله يرضى عليكم ويجزاكم خير ويجزا هالكيان العظيم كل خير. الله يرضى عنك يا سهيل، تستاهل كل خير. وانت رجل البشائر، بس لو تسمعنا كم وصل الوقت. والله الحمد لله تجاوزنا 7 مليون وتقريبا ال200، وان شاء الله القادم اجمل باذن الله. باذن الله. الله يرضى عليك. الله يسعدك ويبارك فيك. شكرا لك. حبينا ان والله الجمهور فرحنا قبلك صراحه. الله يفرحكم بما يسركم في الدنيا والاخره. امين امين. وكنت مجهز شيء بقوله الناصر في عبد الله، بس عاد يا حبيبي قول. والله انت ناصر خل... وين القهوه دي من زمان يا ناصر؟ والله يا ابو رزاق هو متعرف عليها يا رجال. انت الفخر والعنوان. يا ابو الله يرضى عنك، تستاهل تفداك. الله يرضى عليكم ويسعدكم. ابو رزاق سمي يا حبيبي. ناصر سي عبد الله مسفر عياله وما عنده شغل الا يمني. اليوم يتعلم صنعه جديده. يوم يصير حداد، يوم يسوي قهوه، يوم يروح يبيع جح، فهمت؟ فكل يوم شغال شغله. تعرف الحلاق اللي يتعلم الحلاقه في رؤوس اليتامى هو يجيب قش، كل يوم يجيب قش يشرحه عندنا. اغراض. الله يسعدكم. مره يشرح لنا قهوه. حبيبي سهيل. هلا. حبيبنا سهيل، سنة سنة حسنة أن كل عيد فطر ليلة العيد نقضيها معاه، نذهب إلى بيته. عيد الأضحى ما أدري في كبدة بعد الحج ولا ما لنا؟ تبشر بالكبدة والذبيحة معك. بيت كرم أنت وأم عبد الرحمن، الله يبارك فيك ويحفظك ويحفظ ذريتك يا رب. غفر الله لك ورضي الله عنك. سهيل، هل أنت من البحارة ولا من القراصنة؟ أنا حيثما يكون إبراهيم النقيب أكون. أوه. أنا قبطان. إذا أنت قبطان أنت كفيلي. الله يسعدك يا ابو رزاق، نشوفك باذن الله قريبا باذن الله في احد المنابر الجميله. الله يرضى عنك. موفق موفق. سلام. شكرا. سلام. سهيل المطيري كان معنا وهذه هديه من الجمهور. والله شكرا. والله الواحد يفرح انه معاه. الله يبارك. انا والله اللي تدخل السعاده. انا حاسس طبعا ابراهيم استاذ سهيل الله يعطيه العافيه، ترى هو داخل معانا وحاسس بشعور انه هو متجهز، انه هو مسؤول عن الفقره هذه، فقره شاطئ الوفاء، وانه ترى في فلان اهدى لفلان، والاخوه في الاعداد ما اعطوه خبر ابدا، يعني دخل معانا ايوه متفاجئ هو الان، حاسين بشعور، لكن يستاهل كل خير. وبالفعل بالفعل يعني كلمات يعني ما توصف هذا الجمهور الغالي، يعني جمهور وفي وفي بكل ما تعني الكلمه. ازيدك من الشعر بيت. ما في مشكله. جمهور الوفاء في شاطئ الوفاء قدم كذلك 650 ريال في نفس الوقف للاستاذ رائد اسماعيل. الله اكبر. الله يستاهل الاستاذ رائد. تحيه للاستاذ رائد. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.